الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إن إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. ما شاء الله جزاك الله خيرا سيدي الشيخ عزيز الله يبارك فيكم. Now we ask Sayyidi Ahmad Al-Jaban Abu Nur, and he is from the family of our beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, to fill our hearts with the remembrance of our beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Falyatafaddal Sayyidi Abu Nur. Allah
Allah, Jazakum Allah Khairan Sayyidi Abu Nur, a great son of the Prophet, reminding us of his great grandfather. I'd like to take this opportunity to express gratitude to the Shaykh for giving us this opportunity to study these works with him.
Sheikh Samer, he needs no introduction. I'm the one who needs an introduction. My name is Waliullah Amin, and I had the honor of sitting at the Sheikh's feet for a number of years. And I also help organize the events for Sheikh in the US. So having this platform is really a great blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. Again, we thank the Sheikh for giving us this opportunity to discuss so many masail that will be presented in these texts. And this is truly a wonderful opportunity. And I also like to thank our distinguished attendees. And in reality, many of them, they are, they're shuyukh in their own rights, and they're scholars, and many of them are YouTubers and leaders in their community. So jazakumullah khairan for attending, and jazakumullah khairan Sayyidi Sheikh, and inshallah we will now pass the panel to Sayyidi Dr. Amin to say some words about Sheikh in Arabic, and we will shortly begin the dars afterwards. Fal yatafadal Sayyidi Dr. Amin. Allah yubarak fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا أتشرف بالجلوس بجوار سيدنا الدكتور سامر قديم، فلذلك أطلب منه بدء الدرس حالما ترى سيدي ولي الأمر. أستغفر الله سيدي الأمر عند الشيخ، فالشيخ الله يبارك فيكم إن شاء الله. تفضل سيدي، الله يبارك فيكم. ترتيبكم على حسب ترتيبكم. So إن شاء الله نحن إن شاء الله سيدي سنقرأ لعشرين دقيقة نحن إن شاء الله سنقرأ كنز الدقائق لعشرين دقيقة وبعد والله أنا لا أتقيد الوقت ما له صعب بشو شايف كيف والسيرة بتكون سهلة أسهل والوصايا بتكون متوسطة. أنا مو اهتمامي بالزمن تماما بقدر اهتمامي بالاستيعاب. سيدي كما تحب، الله يبارك فيكم إن شاء الله. تفضل سيدي. في قراءة فاتحة إلى حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عم مزيدة يا ربنا لك الحمد، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا أدري أتكلم بالعربية بالإنجليزية، لأن أريد فقط لمحة موجزة عن الكنز وعن النسفي والذي ألفه وما إلى ذلك. الكل بالعربية سيدي، الله يبارك فيكم. كل بالعربية. طيب، هذا الكنز هو واحد من المتون المعتبر في الفقه الحنفي، وهو مجمع على أنها أربعة متون التي هي متن القدوري ومتن كنز الدقائق ومتن الوقاية، والرابع اختلف فيها هل هو المختار الذي شرحه الموصلي في الاختيار أم هو مجمع البحرين لابن الساعاتي. وهذه المتون جمعها شخص اسمه الحلبي، جمعها في كتاب ما عدا مجمع البحرين، جمع المتون الأربعة الأولى في كتاب سماه مجمع الأبحر. والنسفي هو مؤلف هذا المتن بيقول في تراجم الحنفي إنه غير النسفي المفسر، لا يقصدون هذا التفسير الشائع الذي هو بين أيدينا، إنما هو لنفس مؤلف كنز الدقائق، ولكن يقصدون النسفي المفسر. يوجد نسفيون كثير في المذهب الحنفي، فمن أشهرهم صاحب هذا المتن والذي له كتاب الكافي وجرحه في كتابه الوافي ثم اختصره في كتاب الكنز. وهذا المتن هو من متون معتبرة عند الحنفية. المفسر له تفسير طويل جدا، وهذا قد وجد الآن اختصاره
وسمعت أنه يباشرون الآن التفسير الكبير. أما تفسير نسفي الشائع بين الناس والذي هو كتاب صغير هو من تأليف هذا صاحب كنز الدقائق. ونبدأ بعد هذه المقدمة البسيطة، إذا في واحد عنده أي سؤال المرجو أن يكتب هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيد الإمام النسفي في كتابه كنز الدقائق: كتاب الطهارة، فرض الوضوء، غسل الوجه وهو من قصاص الشعر، يعني تحديد ما هو الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن وإلى شحمتي الأذن، يعني هذا هو الفرض الأول، ويديه بمرفقيه، يعني المرفقين داخلين في هذا الوضوء، ورجليه بكعبيه أيضا نفس المعنى إلى الكعبين، لأن الرجل في اللغة تطلق إلى الفخذ واليد تطلق إلى الإبط. بعد ذلك ذكر ومسح ربع رأسه ولحيته، وهذا هذه هي الفروض الأربعة في الفقه الحنفي، وهي المذكورة في الآية في سورة المائدة الآية رقم 6 الآية 6. إذا كان عنده واحد أي سؤال مرجو كتابته. وسننه يعني سنن الوضوء، أنا أنوه هنا أنه بالفقه الحنفي في كثير من السنن تعتبر مستحبات في بعض الكتب، وفي بعض كثير من المستحبات تعتبر سنن في كتب أخرى. فقال من سننه غسل يديه إلى رسغيه ابتداء، يعني هذه سنة من سنن الوضوء أن يغسل اليدين إلى الرسغ. الرسغ هو يعني بنسميه رست بالإنجليزي، وهو يشمل اليد الجارحة التي فيها الأصابع، كالتسمية. كمان التسمية من 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 سنن الوضوء. والسواك أيضا، السواك هنا خلاف ما يعتقده الناس، يعني ليس هو عود الأوراق، أي شيء منظف للأسنان يعتبر سواك. حتى نص الحنفية على أنه يجوز أن يمسح أسنانه بإصبعه إذا لم يجد سواكا. نعم. وغسل فمه وأنفه، غسل الفم يقال له المضمضة، وغسل الأنف يقال له الاستنشاق ثم الاستنسار بعده. وتخليل لحيته، يعني أن يخلل اللحية، هذا من سنن الوضوء. وأصابعه، تخليل الأصابع أيضا من سنن الوضوء، يعني أصابع اليدين والرجلين، لأنه باللغة العربية يطلق الأصابع على اليدين والرجلين. وتسليس الغسل، كل شيء نقول عنه غسل تسليسه يكون من سنن الوضوء. ونيته، نية الوضوء طبعا هي خلافا لما يعتقد بعض الناس، النية هي شرط في كل عبادة، هي مقصودة لذاتها كالصلاة والزكاة والصيام والحج، لكن الوضوء ما اعتبروا عبادة مستقلة، فلذلك لا يجب على الحائض التي تترك الصلاة أو على، إنما هي تجب للصلاة فقط. فلذلك هذه النية هي تكون سنة، ولكن لا يساب الإنسان إذا توضأ بدون نية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. ومسح كل رأسه، يعني من مسح رأسه كله، مسح الربع هو فرض عملي اجتهادي من قبل علماء الحنفية. ومسح كل رأسه مرة، يعني هون ما استحبوا تكرار المسح، تكرار الغسل مستحب، تكرار المسح غير مستحب. ليش عللوا؟ لأنه بيصير تكرار المسح بيصير أشبه بالغسل، الغسل فيه تقاطع. وأذنيه، يعني مسح الأذنين اعتبروهما بمائه، اعتبروهما تابعان للرأس، فلذلك هذا من السنة. والترتيب المنصوص، يعني ترتيب في آية سورة المائدة: أولا الوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، مسح الرأس، ثم القدمين. أما الترتيب بين اليمين واليسار فهو متفق على أنه سنة. والولاء، يعني تعريف الولاء أنه ما تجف البشرة في الطقس المعتدل والبشرة المعتدلة، يعني يكون ما يكون في فاصل طويل بين عضو وعضو من أعضاء الوضوء. ومستحبه، ثم ذكر مستحبات الوضوء، أنا أقولها قاعدة في الوضوء والغسل
والتيمم لا يوجد واجبات في الفقه الحنفي. يوجد واجبات لها، له واجبات في الصلاة، وله واجبات في عبادات أخرى ومعاملات، لكن في الوضوء والغسل ما صدف، والتيمم ما صدف وجود واجبات. فلذلك بعد الفرائض انتقل إلى السنن، والسنن هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب هو ما فعله مرة صلى الله عليه وسلم. نقيض المستحب هو خلاف الأولى، ونقيض السنة مكروه تنزيها. نقيض الواجب الذي ليس موجودا في الوضوء هو مكروه تحريما، ونقيض الفرض هو المحرم أو أبطال الفعل كله. فهنا إذا ترك شيء من هذه الأشياء التي ذكرها كفروض الوضوء يبطل وضوء، إذا ترك شيء من السنن فلا يوجد معاوضة، ويكون هذا الترك فيه ارتكاب كراهة التنزيه، وعند جمهور علماء لا إثم في ذلك. أما المستحب فيكون مقابله أو نقيضه أو تاركه بيكون فعل خلاف الأولى. مستحبه التيامن، لاحظتوا كيف هنا فرق بين الترتيب المنصوص وبين التيامن. التيامن جعله من المستحبات، في بعض الكتب تجعله من السنن، والله أعلم بذلك. ومسح رقبته كمان جعلها من المستحبات، هذه من ما انفرد به الحنفية وبعض الشافعية مثل الإمام الغزالي. بعدين نواقض الوضوء، خروج نجس منه، يعني كل شيء حكمنا بنجاسة، والحنفية بيحكموا بنجاسة الدم، فخروجه من أي موطن كان، ما اشترطوا موضع معين مثل بقية مثل بعض المذاهب، لا أي موضع يخرج منه شيء نجس. الخروج ماذا يعني خروج؟ الخروج يعني أنه يتجاوز موضعه الذي وجد فيه. وقيء ملأ فمه، القيء هو الاستفراغ أو إذا ملأ ملء الفم، إذا كان دون ملء الفم ما بينقض وضوء، إذا كان تكرر القيء وملأ مجموعه يملأ الفم، فاعتبر أبو يوسف المجلس واعتبر محمد بن الحسن اعتبر السبب سبب هذا القيء، وهو المعتمد في المذهب. ولو مرة يعني طبعا، ولا مرة يعني هون، ولو كان القاء صفراء، يعني نحن نسميها صفراء، هي مرة أو علقا، يعني الدم متجمد من داخله، أو طعاما أو ماء، لا بلغما. البلغم لا، شو تعليله لأنه ما تخالطه النجاسة، أو دما غلب عليه البصاق، هذا كمان ما بيكون غير ناقض، ما بيكون ناقض إذا كان البصاق هو الغالب، وإذا كان الدم هو الغالب بيكون ناقض. فإذا نحن هنا بكل شيء في قاعدة، كل شيء ينقض الوضوء هو بيكون مفطر في رمضان، فلذلك هذا يكتسب أهمية، ليس فقط الوضوء يكتسب أهمية للوضوء وللصيام. وهنا في اللعاب الذي غلب عليه الدم أو كذا، إذا كان الإنسان شق عليه ذلك اعتبر له في ذلك. والسبب يجمع متفرقه، يعني مثل ما قلت رجحوا قول الإمام محمد بن الحسن في القيء أو في أمثاله، أنه إذا كان نفس السبب هو بيجمع، ولو كان غير دون ملء الفم، إذا كان كله ملء الفم فهو يعتبر ناقض للوضوء، ما اعتبر المجلس، وهو قول أبو يوسف. ونوم مضجعين، يعني إذا كان الإنسان مو متمكن من في نومه، هذا بيكون ناقض. طبعا السبب هنا في شبه إجماع على أن النوم ليس بناقض، وإنما ينقض ما يحصل ضمن الوضوء ضمن النوم. ومتورك، المتورك هي هيئة من هيئات الصلاة في الجلوس، بيكون إنسان يجلس على أليته، ما بيكون تماما هذه المسكة ما بيكون تماما ضابطا لها، ويكون منتقل، وهي مظنة الحدث. وكما سنر معنا، أي هيئة من هيئات الصلاة ينام عليها المتوضئ فما بيكون ناقض للحدث،
فلذلك المتورك بما أنه ليس مسنونا في الفقه الحنفي فاعتبروه ناقض الوضوء. وإغماء طبعا بيكون أشد من الوضوء من النوم، الإغماء لأنه بيكون شو الفرق؟ لماذا قلنا إنه أشد من النوم؟ لأن الإنسان لا يستطيع أن يصحو منه، لكن يستطيع أن يصحو من النوم، وجنونه هو بيكون أكثر من الإغماء. وسكر يعني إذا تعمد أو إذا لم يتعمد، متى ما ذهب عقله بالسكر يعتبر هذا ناقض الوضوء. وقهقها، قهقهة مصل بالغ بها الشروط، يعني لأنه هذا ورد فيها حديث، فلذلك القهقهة تكون ناقض الوضوء وهي مستحبة في عندما لا تكون ناقضة. فاشترطنا أنه يكون خلال الصلاة ويكون رجل بالغ. فالصبي ما بينتقد وضوء ولو قهقه إلا إذا كان على سبيل التعليم، كما أيضا لا نحكم بانتقاد وضوءه. والصلاة بتكون ذات ركوع سجود، فلو قهقه في صلاة الجنازة لا ينتقد وضوءه. ومباشرة فاحشة يعتبره ناقض الوضوء، لأنه لمس المرأة ما يعتبر ناقض عند الحنفية، فلذلك مباشرة فاحشة اعتبروها ناقض الوضوء. لا خروج دودة من جرح، الدودة خروجها من السبيلين بيكون ناقض للوضوء، لكن خروجها من جرح لأنها هي في الحقيقة ليست بنجسة، وإنما تكتسب النجاسة بورودها على النجاسة، فلذلك تعتبر ناقض الوضوء. ومسي هؤلاء ليست ناقضة، لا خروج دودة من جرح ولا مس، يعني بعناتها هنا العطف على مس الذكر غير ناقض الوضوء في الفقه الحنفي، لأنهم رجحوا حديث سيدنا طلق بن علي على حديث بسرة بنت صفوان، وامرأة كمان حملوا أو لمستم النساء على الجماع، وهو رأي ابن عباس، ولذلك لم ينقض الوضوء به. وفرض الغسل غسل فمه وأنفه، هذا بيكون على الغسل. نقف عند الوضوء وفرائضه ومستحباته وسننه ونواقضه. إذا واحد له أي سؤال ممكن يتفضل يسأل عن ذلك. كيف نميز في كتب المذهب بين السنن والمستحبات؟ هو مميز، يعني كل باب فيه قول معتمد أو مرجح من قبل علماء الترجيح، لكن في الوضوء حسب تجربتي من أكثر الأشياء التي يختلط فيها السنن مع المستحبات. هل تخليل أصابع اليدين والرجلين في نفس الحكم؟ الظاهر نعم، هو نفس الحكم، لأنه هذا إلا إذا كان يعني الإنسان صار في التصاق أو شبه التصاق ولا يدخل الماء إلا بالتخليل، فهذا بيصير لزوم سواء كان في أصابع اليدين أو الرجلين. هل يوجد قول في المذهب بأن مسح الرأس ليس بمستحب؟ ما اطلعت عليه، وأظن يعني لأنه ليكونوا مسح الرأس هو منصوص عليه بالقرآن، ما أظن أنه يوجد هكذا قول. هل تفتي بأن النوم بأي حال ينقض بناء على قول منهما؟ ابن هنا ما قال بأي حال ينقض، لكن قال إنه الذي يكون ممكن مقعدته من الأرض على الطعام الذي نأكله اليوم يكون ناقضا. إذن ذا حديث القهقه راويك؟ الحديث الذي القهقه هو حديث مرسل وقواه الحنفية، والمرسل عمل بالمرسل يؤخذ به عند الحنفية والمالكية والحنابلة في فقههم، لكن لا يؤخذ به عند الشافعي. intention وضوء إنزاع حنفي مذهب no need for intention. لصحة الصلاة لا يحتاج إلى نية، لكن يحتاج إلى نية لنيل الثواب. جرح نزل منه دم هل يكون مانع للصلاة؟ إذا كان الدم غلب عليه وعين يكون مانع للصلاة، يكون بكل نقل. المتورك هو قاعد، ومضجع بكل نقل.
بدعة أو مكروه مشهور بدعة أو مكروه. نحن نقرر هنا المذهب الحنفي ولا نقرر سائر الأقوال والكمال أن لهم أو أظهر دليل الموضوع فنرجعه، أما أن نجعل كل الناس على رأي واحد هذا من أعسر وأصعب ما يكون. ما أفضل شرح للكنز للمبتدئين؟ للمبتدئين يعني والله أنا ما عندي خبرة كثير في الكنز، لكن بدها تكون لغته سهلة. في شروح للكنز، في شرح للزيلعي، وإذا قيل الشارح فهو المقصود الزيلعي. في شرح البحر هو أوسع الشروح، وإن كانت لغته ليست صعبة، وكمان اسمه كشف الحقائق. ذكر شرح ويفسد الوضوء، لا يفسد عند الحنفي، يفسد ما يترتب عليه من خروج شيء من السبيل. قفلت بالغ إن هل المقصود مسح الرقبة؟ كان المقصود، هل يوجد قول في المذهب أن مسح الرقبة ليس بمستحب؟ ما اطلعت على أنه السائلين كثير من أهل الأولى فقه. هل يجوز العمل بقول مسح اللحية؟ اللحية ما كان منها جزء من الوجه فيفرض غسله، وما كان من زائد دعم الوجه يسن تخديده سنة. بعد ذلك نبدأ بسيرة ابن هشام إن شاء الله، وأنا أفضل أن يكون في نسخ متعددة لكي هذه نسخة محي الدين عبد الحميد، وذاكر تراجم لابن هشام. ابن هشام الواقع هو ليس صاحب السيرة، هو يختصرها من سيرة ابن إسحاق. سيرة ابن إسحاق مطولة كثيرا، وأنا برأيي الشخصي بيكون في تيارين للسيرة، تيار ابن إسحاق وتيار الواقدي. الواقدي وإن كان مضاعف عند علماء الحديث بالحديث، في كثير من العلماء ضعفوا، لكن باختصاصه هو قوي، يعني اختصاصه هو السيرة. وأعظم مصدر للحصول على سيرة الواقدي هو طبقات ابن سعد، لأنه فرغ الجزئين الأولين من طبقاته بذكر السيرة النبوية الشريفة. فلذلك إذا كان الإنسان يريد أن يتوسع في السيرة ينبغي أن يعرف هذين الطرفين. نحن سنقرأ في طرف واحد، والطرف الآخر هو طرف طبقات ابن سعد عن الواقدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين. ذكر سرد النسب الزكي من محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى آدم عليه السلام. قال أبو محمد عبد الملك بن هشام النحوي، هذا اسمه واسم أبيه وكنيته، وهو من حمير فيما أظن. هذا كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه عبد المطلب شيبة. ستأتي أظن ضمن الكلام لماذا لقب عبد المطلب بن هاشم، اسمه هاشم بن عمر. هذه ألقاب لأجداده صلى الله عليه وسلم، كل لقب سيذكر سببه إن شاء الله. إذا لم يذكر السبب إن شاء الله نتكلم عنه. من عبد مناف، واسمه عبد مناف المغيرة بن قصي، واسمه قصي زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن دول أيضا غالب بن فر مالك بن نظر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة، واسمه مدركة عامر بن عدياس بن مضر بن نزال بن عد بن عدنان أد، ويقال أدد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب. طبعا متى ما تجاوزنا عدنان بيصير في خلاف طويل عريض. ابن نابت ابن إسماعيل، هنا ما ذكره ابن هشام أنه بيذكر سيدنا إسماعيل كان له 12 ولدا، وبيكون من ذرية نابت هنا كما ذكر هنا في النسب، لكن الأكثرون على أنه من ذرية قيثار من ذرية سيدنا إسماعيل. ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح، وهو آزر ابن ناحور ابن ساروغ ابن راعو ابن فالخ ابن عبير ابن شارخ ابن إرفخشد ابن سام ابن نوح ابن لمك ابن متو شلخ.
من أخ نوح وهذه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون الله أعلم كان أول بني آدم أعطي النبوية وخط بالقلم ابن يبد ابن مهلين ابن قينان ابن يانش ابن شيث ابن آدم المتفق عليه من نسبه صلى الله عليه وسلم أنه من ذرية سيدنا إبراهيم من طرف سيدنا إسماعيل وهو من ذرية سيدنا نوح وسيدنا نوح هذا ليس متفق عليه بعضهم بيعتبره سيدنا إدريس ليس من أجداده ولكن هنا بسياق النسب من أجداد سيدنا إدريس إلى هذه الأشياء المتفق عليه الأسماء الأخرى يقال إنها سريانية وهذه فيها خلاف طويل عريض وسأذكر ابن هشام بعض هذه الخلافات في نسبه أنا أحب أن أنوه هنا يعني بجوز خاصة اللي عندهم ثقافة أجنبية ما يعتبروا هذا مهم بقوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ثم بيّن صلى الله عليه وسلم بقية الاصطفاء فقال كما روى مسلم في صحيح إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل كنان واصطفى من كنانة قريش واصطفى من كنانة من قريش بني هاشم مصطفى هذا الانتقاء كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الذي صح في البخاري الناس معادن يعني حتى بالعلم الحديث الآن المورثات لها شأن طبعا هذه المورثات لا تحكم إلا بوجود الإيمان الذي هو نور يقذف الله سبحانه وتعالى في القلب فإذا كان الإنسان على طبقة عالية من هذا الإيمان وهذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى إضافة إلى هذا المعدن الخلقي وسنتعرض لشيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم خلال قراءتنا للسيرة فهذا يكون نور على نور أو يكون خير على خير أو يكون فضل على فضل وأشياء لعلها لا تخطر في بالنا وأشياء لعل يعني احيانا تشعر انا ما اجتمعت مع رجل في كل عمري هو موازي في اخلاقه للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الاشياء تجعل قلبك يذوب تجعلك تضمحل يعني عندما تنظر الى هذه المعاني التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا وامتدح الله بها فقال انك لعلى خلق عظيم يعني ما اريد ان اقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب اخلاق ومعدن من هؤلاء الآباء الكرام ثم الله سبحانه وتعالى أكرمه بالنبوة إضافة إلى ذلك قال أبو محمد عبد الملك بن هشام حدثنا زياد بن عبد الله البكائي طبعا هناك في رواة كثير ابن إسحاق واعتمد ابن هشام في رواية عن ابن إسحاق على البكائي كمان هذا يضعف في الحديث لكن هو قوي في روايته عن ابن إسحاق ورواية ابن هشام عنه عن محمد بن إسحاق المطلبي هذا محمد بن إسحاق كان مدني وكان عالم بالتاريخ ووفاته أظن 151 هجري ابن هشام من الذين أدركوا الإمام الشافعي وقرأ الإمام الشافعي عليه أشعار الغزاليين بهذا الذي ذكرت من نسب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آدم عليه السلام وما فيه من حديث إدريس وغيره لأنه سيدنا إدريس من المختلف فيه هل هو أبو جد ولا سيدنا نوح أو بالحديث المعراج لما يقول سيدنا إبراهيم مرحبا بالابن الصالح سيدنا آدم يقول مرحبا بالابن الصالح سيدنا إدريس يقول مرحبا بالأخ الصالح قال ابن هشام حدثني خلاد بن قرة بن خالد السدوسي يعني هون صحيح هو في اختصار لابن إسحاق لكن أحيانا يزيد على ابن إسحاق أو يغير أو شيء لكن هو بيروي ينقل ما نقله ابن إسحاق أنا هذا الأمر يزعجني كثيرا أنه الآن في عصرنا يوجد كثير ناس يغيرون المتن لا ابن هشام ما بيغير المتن أبدا وبيذكر ما ذكره ابن إسحاق وإن كان ولا يعتقده بعد يقول قال ابن هشام كذا كذا هنا لعله هذا من الأشياء التي لم يروي عن ابن إسحاق لا أدري هنا ظاهر الكلام قال ابن هشام محدثي خلال مقرة ابن خالد السدوسي كأنه لم يروي عن ابن إسحاق عن شيبان بن زهير بن شقيق بن ثور عن قتادة بن دعامة قتادة هذا من علماء البصرة المشهورين ومن أشهر رواة عن سيدنا أنس بن مالك وحافظ ابن حجر بيقول انه اسناده اصح الاسانيد الى انس بن مالك انه قال هون راي اخر في سياقه النسب من سيدنا اسماعيل الى سيدنا ادم
مع اختلاف بعض الأسماء كما ترى. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتسب كما ورد في دلائل النبوة للبيهقي كان لا يجاوز عدنان ويقول كذب النسر. أظن سيأتي ستأتي هذا الديوان. إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن بن تارح وهو آزر بن حرب بن أشرق بن أرغو بن فارخ بن عابد بن شالخ بن إدفخشن بن سامي بن نوح بن دمك بن متو شلخ بن أخنوخ يعني هذا اللي قال عنه سيدنا إدريس بن يرد بن مهلائيل بن قايم لأنوس بن أشيث بن أدم صلى الله عليه وسلم قال ابن هشام وأنا إن شاء الله مبتدئ هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم ومن ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولده وأولادهم لأصنابهم يعني سيذكر الأخوة الآخرين من قريش هنا الذاكرة من إسماعيل أنا نسيت طال العهد به ومن ولدي وأولادي من أصحابي الأول فالأول من إسماعيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يعرض من حديث وذلك ذكر غيرهم من ولدي إسماعيل على هذه الجهة للاختصار إلى حديث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ابن إسحاق توسع كثيرا في ذكر أشياء ارتأى ابن هشام أنها لا علاقة لها بالسيرة فاختصرها حتى يأتي إلى ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتعلمكم بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس للرسول صلى الله عليه وسلم في ذكر ونزل فيه القرآن وشيء وليس سببا لشيء من هذا الكتاب ولا تفسيرا له ولا شاهدا عليه. يعني هذه الأشياء التي يظن أنها لا علاقة لها بالسيرة قد يذكرها ابن هشام لكون نزل فيها شيئا من القرآن أو لأنها سبب من أسباب في هذا الكتاب أو تفسير أو شاهد عليه كما ذكرت باختصار. ذكرها لم أرى أحدا من العلم بالشعر يعرفها. يعني كان ابن هشام خبير بالأشعار وفي ثقافات حتى عن الثقافة العربية الآن ضعيفة جدا بالشعر. وسيرة ابن هشام من الأشياء المهمة جدا فيها هو ذكر الشعر. فلذلك بتطولوا بالكم علينا في أناس يحبون الشعر في أناس لا يحبون الشعر فنحن إن شاء الله بيكون في إرضاء للجميع. وهذا إن دل على شيء بدل على الوسط الذي كان يحيى به صلى الله عليه وسلم. لكن هنا اتهموا أنه في بعض أشعار المصطنعة التي كان يطلب من ابن إسحاق أن يضعها في كتابه فلذلك سوء قالوا أشعار ذكرها لم أرى أحد من العلم بالشعر يعرفها وأشياء بعضها يشبع الحديث به في أشياء يعني تسوء يعني في علم الأنساب مثل أي علم آخر في الدنيا بعضهم بيذكر فيه الفضائل وبعضهم بيذكر فيه المسالك. فلذلك هنا حذف ابن هشام أشياء من المسالك حتى لا تسوء من كان حاضرا أو من كان له ممكن شعل الضوء هذا برا أطلع عن أشعر. نعم نأسف للانقطاع لذهاب الكهرباء وأشياء بعض يشرع الحديث وهو بعض يسوء بعض الناس ذكره وبعض لم يقر لنا البكاء بروايته. يعني في أشياء مروية عن ابن إسحاق لكن ليست من رواية البكائي. أشهر من يروي عنه أنا ما لي حافظ كل الرواة عنه منهم يونس ابن عبيد وغيره ومستقصي إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك منه بمبلغ رواية له والعلم به. أنا أقف هنا إن شاء الله إذا في أي سؤال إن شاء الله نحاول نجاوبه. هل يجوز؟ لا ما في أسئلة. أزك ممكن إذا في أي أسئلة ولا ننصرف إلى الكتاب السادس وهو كتاب الوصايا. في أسئلة وليد؟ هل هناك واحد رافع يده؟ ما ظاهر عندي. So I think we have one person. He has his hand raised. Assalamu alaikum, Sheikh. Harun. Harun. Hello, Sheikh Harun. Sheikh, the question.
بالنسبة إلى النسب الشريف، هل لحفظ النسب الشريف أهمية؟ يعني مهما يعرف الإنسان عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكون أكثر ويكون قربا. وحتى بسيرة ابن هشام ذاكر جريدة أسماء أهل بدر وذاكر كثير من الأنساب، وكثير قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فهنا إذا كان الواحد يعتبر أنه حضرة سيدنا النبي أو أمس الناس رحما به، ينبغي أن يعلم من الأنساب كذلك. والأنساب تنقسم إلى أنساب قديمة في عصره صلى الله عليه وسلم وأنساب جديدة الآن، ولكل اختصاص. شيخ، أنا أقرأ الأسئلة الأخرى عليكم. في أسئلة. نعم. تفضل. من شيخ محمد جميلي: هل هناك من نظم السيرة أبيات أبيات هشام؟ أظن هذا ابن هشام، من نظم سيرة ابن هشام. أنا ما اطلعت على ذلك. يوجد منظومات كثيرة بالمكتب الإسلامي، لكن أنا ما اطلعت على من نظم سيرة ابن هشام. في تهذيبات، في اختصارات، أكثر شيء أنا بركز عليه لأن اطلاعي عليه هو تهذيب سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون، هذا مترجم إلى الإنجليزية. طيب، في حدا غير سيرة ابن هشام نظمها كثير، نظمها قصيرة؟ في الحافظ العراقي له ألفية في السيرة النبوي، الحافظ العراقي. سيدي، ما هو أهم الفروقات بين الطريقتين، بين طريق ابن إسحاق والثاني الواقدي؟ في بعض الوقائع تكون مذكورة عند الواقدي ولا تكون مذكورة عند ابن إسحاق، أو بالعكس. مثلا مثال هذا الذي جرد السيف على النبي صلى الله عليه وسلم في عند ابن إسحاق اسمه غورس ابن الحارث، وعند الواقدي اسمه دعثور. الشيخ، سؤال: ماذا تنصحنا أن نقرأ ونحن نقرأ معكم سيرة ابن هشام بنحضر لهذا الدرس، أم إما من الكتب القديمة أم الحديثة؟ للكتب القديمة، يعني مشان يتمكن الإنسان بده يكون يعني يراجع بالسير الأخرى مثل السيرة الحلبية والسيرة الشامية وما إلى ذلك، وبده كمان يتعرف على أولئك الصحابة. الصحابة معظمهم، هي ملاحظتي، معظم الصحابة الذين يذكرون في السيرة بالأحاديث لا يذكرون، لاحظت كيف؟ لذلك يتعرف الإنسان على كمية كبيرة من الصحابة، كمية كبيرة من المعلومات ووقائع السيرة، وكمية كبيرة من الأسماء. وهذه كما ترون يعني هي عبارة عن تجربة وخبرة بطول المدى، يعني ما في لها أنه الواحد بيأخذ الحبة أو كذا يصير هذا. كل ما تعرض لأسماء أكثر كل ما يكون حافظا لأسماء أكثر. سيدي، ثم أزر، عفوا، تفضل. لا، هو عم يقرأ سؤال. Isn't Azar Ibrahim's uncle؟ هذا هو رأي الشيعة في القديم، وأول من قاله من أهل السنة الفخر الرازي، ثم تتابع بعده. سيدي، ماذا نفعل إذا نجد الخلاف في واقعة؟ كيف نرجع إلى المصادر؟ في إذا كان هذا الخلاف يبتني عليه حكم فقهي مثل صلاة الخوف وغزوة ذات الرقاع، هل كانت قبل الخندق أو بعده؟ هذا مهم جدا، وأظن أننا لن نقضي على الخلاف، لأنه بكل إنسان يعتمد على أصول فقهه، عرفت كيف؟ أما إذا كان هو قصص أو حكاية أو شيء من ذلك فلا ضير ولا بأس. سيدي، آخر سؤال: why mention the nasab of النبي صلى الله عليه وسلم past عدنان if النبي صلى الله عليه وسلم said كذب النسابون؟ هذا من التوسع في العلم، وأنا أريد أن أنوه هنا، يعني في طريقة، هي طريقة التوسع بالعلم، كان في كتاب الإتقان للإمام السيوطي، وتلاقي يعتمد عليه كثير من يطعنون في القرآن، مع أنه الإمام السيوطي حاوي بهالروايات، في منها صحيح ومنها حسن ومنها ضعيف ومنها موضوع أيضا، لاحظت كيف؟ لماذا؟ لأنه إذا كان
أتى واحد بعده رجل يقول أنت ما ذكرت هذه الرواية في كتابك فينتقد عليه. فلذلك يعني ما أريد أن أقوله أنه مثل ما في بتاريخ القرآن روايات متعددة جدا، أيضا في السيرة يوجد روايات ليست هي موجودة لا في صحيح البخاري ولا في الكتب الستة ولا ما إلى ذلك. سيدي السلام عليكم سيدي. وحتى حديث كذب النسابون الذي يتناقل كما أظن عن البيهقي أظن ثبوته يعني متكلم فيه. السلام عليكم سيدي. أبو عاطف معك سيدي. السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي هذا الحديث كذب النسابون سيدي، هل معنى أنهم تعمدوا الكذب أم معناهم أخطأوا في النقل؟ في لغة الحجاز كذب بمعنى أخطأ، هيك اللغة الحجازية. نعم. فأنا طيب ما أدري ما نعم، لكن هذا نحن نحمله على كثير من أحاديث بيقول كذب فلان أو كذب هذا، نحمله على لغة الحجاز بمعنى أنه أخطأ. سيدي هناك فضيلة في تتبع هذا النسب الشريف إلى سيدنا آدم؟ والله الفضيلة تتعمق أكثر لما يوجد بعض الكتاب الذين نفوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم منسوبا إلى سيدنا إبراهيم. سيدي الأشعار التي موجودة في سيرة ابن هشام سيدي، ما أفضل شروح لها؟ أفضل شرح هو الذي شرح سيرة ابن هشام كلها وهو الروض الأنف للسهيلي. السهيلي عالم لغة عربية جليل كان من الأندلس، وقد شرح سيرة ابن هشام كلية وأظن قد شرح الأشعار. جزاكم الله خير سيدي. سيدي ما رأي سؤال سيرة الشامية؟ نعم عفوا. نعم تفضل. نعم هذا هو سيدي. أنا ما عندي خبرة للأسف يعني، بس عندي بالكمبيوتر لكن أنا ما قرأت السيرة الشامية، والظاهر من صنيعه أنه يدخل الشمائل أيضا. هل كل أحاديث ابن إسحاق صحيحة؟ والله هذه مشكلة خلافية يعني، في أحاديث الدارقطني انتقدها على البخاري. إيش أنا بقول الدارقطني؟ لأنه عالم حديث، ما هذول الجدد يعني أنا ما يعجبني انتقادهم. وأنا شخصيا يعني بريد إنه من السيرة تكون صحيح كلها، لكن هنا الصحيح يتفاوت يا سيدي. يعني واحد ذكر أنه هو ما جاب إلا أحاديث صحيحة، وذكر عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ما جاب أنه من منظم الكنانة، مع أنه هذا موجود في البخاري. فهنا توجد مسائل ذوقية ومسائل يعني على قدر ذكائك وعلى قدر انفتاحك يكون هذا الأمر. ليس وكالقرآن، حتى في القرآن يوجد يعني، والله واحد إجا لعندي على العيادة قال أولية خلقه صلى الله عليه وسلم هو رأى بالرؤية كذلك تؤخذ من قوله تعالى كما بدأكم تعودون. أنت ما بتحسن تناقش يعني، لو كنت أنت معارض لهذا الأمر، هذا أمر لا يعني. هنا حتى في القرآن، الفهم في القرآن، الفهم في الحديث، قبول الحديث أو ما إلى ذلك، هذه أمور طويلة عريضة. وهي أنا تجربة شخصية صارت معي، استغربت لما عم أحط ما صح من الأحاديث ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر بكنانة، وأنا ما كنت ظنه بالبخاري، بعدين وجدته في البخاري هذا الحديث. بأي كتاب توصون الناشئة سيدي؟ هذا سؤال عام. الناشئة قسمين، قسم يغلب عليه الرواية وقسم يغلب عليه الاستنباط. يغلب عليه الرواية ينبغي أن يحفظ القرآن والرواية وما إلى ذلك، ويغلب عليه الاستنباط ينبغي أن يكون فقيها عالما. بالسيرة سيدي؟ بالسيرة مثل ما قلت يعني، إذا كان بده يكون مترجم إلى الإنجليزية فمن أحسن الكتب هو كتاب عبد السلام هارون تهذيب سيرة ابن هشام. إذا كان بالعربي حسب المستوى يعني قوة اللغة عند هذا الإنسان. رأيكم الرحيق المختوم؟ الرحيق المختوم لا
أدري كيف أتكلم عنه، لكن أتكلم عنه بأنه حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو شخصية قد يستنبط كما ضربت المثال كما بدأكم تعودون، فممكن يعني أناس يستنبطون شخصية مثل شخصية النبي، بعضهم رأى يتيم أبي طالب وهذا ما أعتقد أحد المسلمين يراه كذلك، وبعضهم رأى عظيم جدا، وبعضهم تلمس الحقائق العلمية في ذلك. سيدي كتاب نور اليقين للمبتدئين. نور اليقين أنا من تجربتي بالنسبة للناس خاصة الناس الذين لا يعرفون الطريقة القديمة في الكتابة إنما يعرفون الطريقة الحديثة في اللغة العربية، بيكون نور اليقين من أحسن الكتب في معرفة ذلك. طيب نبدأ إذا ما في سؤال نبدأ بالوصايا للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو الشيخ الأكبر ما ليس له كتاب اسمه الوصايا، وإنما هذا آخر باب من أبواب الفتوحات، الباب 60 من أبواب الفتوحات، فلذلك هو ليس له كتاب مؤلف مستقل اسمه الوصايا. الوصايا تمتاز عن غيرها من الكتب بأنه جماعات نحن إذا وفق الله سبحانه وتعالى لقراءة هذا الكتاب نكون جمعنا ذخيرة من الأحاديث والوصايا النبوية الكثيرة التي لا يهتم فيها الناس، لكن هنا تعطى بشكل وطبعا تمثل رأي سيدنا الشيخ الأكبر، وهو من الكتب الوصايا يعني إذا أخذنا استقلاليته عن الفتوحات المكية من الكتب التي يمكن أن يعتمد عليها في كلام الشيخ، ويمكن يعني ما هي عميقة ولا هي صعبة ولا هي دقيقة بها الأشياء، لكن تحتاج إلى انتباه شديد. وبعدين هذا رأي شخصي، يلي بده يستفيد من الشيخ بده يكون عنده كمال اعتقاد في أناس يؤولون تأويلات، في ناس ما بيعجبهم كلام الشيخ أو ما إلى ذلك، فأظن لن يستفيدوا من قراءة الوصايا. بسم الله الرحمن الرحيم. وصية حكمية ينتفع بها المريد السالك والواصل ومن وقف عليها إن شاء الله تعالى. هنا ذكر السالك والواصل، هذا اصطلاح صوفي. السالك هو اختصار لمعنى الحديث، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بعد الواصل فإذا أحببته، هذا الواصل، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وصار الذي يبصر به والذي يبطش به ورجل التي يمشي بها، ولا إن سألني لأعطينه ولا إن استعادني لأعيدنه، بغير رواية البخاري وجميع قواه. فلذلك هنا ذكر أنه الانتفاع بيكون فيها للسالك وللواصل. إن شاء الله تعالى طبعا كل شيء عائد إلى المشيئة الإلهية، وصل إله وأوسط رسله، فلذا كان تأسي بهم من أفضل العمل، لولا الوصية كان الخلق في عمهم وبالوصية دام الملك في الدول. أنا أريد أن أنوه هنا من عصري أو مما أراه، الوصايا خافة كثير، يعني صار كل إنسان بمبدأ الحرية بيعتبر نفسه قائم لذاته، عيوبه يلقى الله بها وما إلى ذلك، والنصيحة والوصية قد خفتت كثيرا. ولذلك أنا أجد في سورة العصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يوجد كثير منهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أنا لا أكاد أجد أحدا. فأعمل عليها ولا تهمل طريقتها، إن الوصية حكم الله في الأزل. يعني هو الأساس إنه الإنسان يعمل تربية، يكون عند شيخ تربية، لكن من بين حتى يلقى هذا الشيخ لابد من التناصح ومن الوصية. ذكرت قوما بما أوصى الإله به، وليس إحداث أمر في الوصية لي. فلاحظ هاي نقطة مهمة، يعني الإنسان اللي يريد أن يوصي ما لازم يكون هو عامل نفسي أو عامل انتقامي أو ما إلى ذلك، واللي بيتقبل الوصية بده يتقبل على ذلك. كان سيدنا عمر المبشر بالجنة يقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، فقال وليس إحداث أمر في الوصية لي. يعني هون الواقع كل المسلمين ينبغي أن يفخروا بهذه الشريعة العظيمة التي
نقلها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى هو ما دخل فيها شيء، مع أنه أنا باعتقادي أنه ذوقه وأخلاقه من أحسن ما يكون من المخلوقين، لكن هي وصية، هي شريعة من عند الله سبحانه وتعالى مباشرة، فلذلك ينبغي أن نفخر بذلك. فلم يكن غير ما قالوه أو شرعوا من السلوك بها في أقوام السبل. يعني دائما يركز الشيخ الأكبر على هذا الموضوع، أنه إذا أنت شعرت أنه كلامي مخالف للشريعة فاطرح كلامي أو ما إلى ذلك. طبعا هو الشعور هذا بالنسبة لشخص مثلي جاهل أو ما إلى ذلك، هذا يعني أنا بعتقد أنه حتى يخطئ الشيخ الأكبر مرة، أنا ما بعتقد أنه النبي ولا معصوم، لكن حتى يخطئ مرة أنا بكون أخطأت 100 مرة أو 1000 مرة. فهدي أحمد عين الدين أجمعي، والواقع يعني هذا ممكن يوضع بنط عريض أو عنوان لكتاب الوصايا. فهدي أحمد عين الدين أجمعه وملة المصطفى من أنوار الملل. ليش؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أولا ما صار فيها تغيير ولا تحريف، وثانيا ما صار فيها شيء شخصي، يعني لا حضرت سيدنا النبي وضع فيها شيء شخصي ولا سادات الصحابة ولا ما إلى ذلك. فلذلك من أصول العلماء الكتاب والسنة. لاحظت كيف الكتاب والسنة بتلاقي إنه مو داخل شيء، لا طبعا بالقرآن ما دخل شيء، وعم يتهموا هلا من المحدثين عم يتهموا سيدنا ابن مسعود إنه كان دخل بالقرآن، وهو أنا في رأيي خطأ شنيع. لاحظت كيف بالسنة النبوية المطهرة كانوا المتقدمين يأتون بآراء الصحابة والتابعين، متأخرين من البخاري وأمثاله ما أتوا بآراء الصحابة والتابعين، وكل على خير. والصحابة والتابعين لما كانوا يأتوا بهذا الرأي ما كان مثل آراءنا الكاسد الفاسد اليوم. لم تطمس العين بل أعطته قوتها حتى يقيم الذي فيه من الميل، فخذ بسرك عنه من مراكزه علوا إلى القمر الأعلى إلى زحل. فخذ بسرك، هذول في جواهر موجودة عند كل إنسان، هي السر والقلب والروح والنفس. اختلفوا ساداتنا الصوفية هل هي جواهر 4 مختلفة أو جوهر واحد على حسب تعلقه. تعلقه بالله يقال له سر، تعلقه بالملائكة يقال له روح، تعلقه بالشيطان أو بالرغبات الأهواء يقال له نفس، والقلب هو الملك هذه الأعضاء كما قال صلى الله عليه وسلم. إلى الثوابت، يعني هون مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، الرقي هذا طبعا في الدنيا يحصل وفي الآخرة يكون أكثر. قال سبحانه وتعالى وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة، وضرب مثلا صلى الله عليه وسلم على الآخرة، قال إن أهل الجنة لا يتراءون أصحاب الغرف كما ترون هذا الكوكب الغابر في أفق السماء. يعني هلا بيقولوا بلايين السنين الضوئية بيننا وبينه. لاحظت كيف الارتفاع في الجنة، حتى في الجنة أصحاب الغرف ليسوا كأصحاب الجنة. فلذلك الإنسان بده في هذه الحياة الدنيا، أنا نظرتي للحياة الدنيا الآن أنه الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه فرصة للوجود لكي يترقى بروحه ولكي يرتفع في درجات الجنة. إلى الثوابت لا تنزل بساحبتها وانهض إلى الدرج العالي من الحمل، ومنه للقدم الكرسي، ثم إلى العرش المحيط، إلى الأشكال والمثل، إلى الطبيعة للنفس النزيهة، للعقل المقيد بالأعراض والعلل أو مقيد بالأعراض والعلل، إلى العماء الذي ما فوقه نفس منه، إلى المنزل الملعوت بالأزل. يعني هون عم يتدرج الله يرضى عنه في سلوكه إلى الله سبحانه وتعالى، بيكون في مخلوقات قدسية علوية هي أفضل منا، ولكنها مخلوقات تظل إلى الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى الجبل الراسي على جبل وقد رأه فلم يبرح ولم تزل، لولا العلو الذي في السفل ما سفلت وجوهنا تطلب المرئية بالمقل. يعني هذا كناية عن السجود، ويصف السجود في هذا، وقد ورد في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فقال هو لولا العلو الذي في السفل ما سفلت وجوهنا تطلب المرئية بالمقل، لذاكم شرع الله السجود لنا فنشهد الحق في علو وفي سفل. طبعا هي في لازم نقولها القاعدة، لما يتكلم الشيخ الأكبر وأمثاله عن الله سبحانه وتعالى أول شيء بيذكر لفظة الحق،
وثانيا هو بيتكلم عن الصفات والأسماء والأفعال، لا يتكلم عن الذات الإلهية. بيقول في مواضع من الفتوحات وغيرها أنه لا يوجد وجه مشترك بين الرب والعبد أبدا، يعني من الذات. وبيقول في قول المحب، وأظن ينصب للحلاج هذا، أنا من أهوى من أهوى أنا، فقال فهل استطاع تصير الذاتين ذاتا واحدة؟ لا. عرفت كيف؟ لذلك اتهامه رضي الله تعالى عنه بالحلول والاتحاد هو منافي لكل شيء أنت بتسمعه عنه مما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. وما إلى ذلك بدك نسوه إلى الصفات والأفعال والأسماء، لا إلى ذات الإلهي، لأنه هو قد نوه بأنه لا يوجد وجه مشترك. وهذا بالعلم الحديث بيقول لك كل شيء أنت بدك تعرفه لازم يكون في بعقلك أو بذهنك شيء مماثل له. يعني مثلا إذا أتينا بالرجل من قبل 200 عام وقلنا له اللابتوب، ما بيعرف شيء عنه، أو الآيفون أو ما إلى ذلك. ليش؟ لأنه هو ما مارسه، ما يوجد في عقله جزئية مطابقة لذلك. وهذا مخلوق طبعا، فالخالق أعظم وأعلى وأجل. هذه وصيتنا إن كنت ذا نظر، وإنها حيلة من أحسن الحيل. شو يعني حيلة؟ يعني هون في كثير تتأبى النفس أن تأخذ أو تقبل ما ليس مألوفا لها، لكن بهذه الطريقة، بطريقة الوصية التي ندبنا الله إليها، وقال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكان كثير أناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أوصني. هذه من أعظم الطرق للترقي، للوصول إلى الله. يعني أنا بنظر إلى نفسي، إذا كان الله راضي عني وكل البشر ساخطين عليه، الله يعيني. طبعا بيكون في اللي مشاكل بهالحياة الدنيا، لاحظت كيف؟ لكن إن شاء الله النتيجة بتكون صالحة لما يكون الله راضي عني. وإذا كان بالعكس، بالعكس كمان. ترى بها كل معلومة بصورته على حقيقة ما هو لا على البدل. يعني هون كمان من الأشياء التي يمتاز بها الشيخ الأكبر عن غيره، والتحقيق والجمع بين كلام الصوفية في ذلك. كلام الصوفية في ما ظاهره التناقض، وهو يجمع بينهما بأجمل وجه. يعني قديش في اختلافات في الفقه أو ما إلى ذلك، بالتصوف في اختلاف أكثر. حتى ترى المنظر الأعلى وليس له سواك مجلى، فلا تبرح ولا تزلي، فإن دعاك إلى عين تسر بها فلا تجبه وكن منه على وجلي. دائما لما يصير في ترقي، وسيدنا الشيخ الأكبر له رسالة في الخلوة يعرض على الإنسان، يعني بيصير في كأنه بيصير في تشويقات أو ما إلى ذلك أكثر وأكثر كلما ترقى في المقام. وهو بيقول له إياك أن تقف عندها، والذي يقف عندها، في كثير ناس وقفوا عنها، الذي يقف عندها هذا بيكون مقامه أو هذا حاله. هو طالب لله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يقف عند شيء قبل الله سبحانه وتعالى. فلذلك شو قال؟ فإن دعاك إلى عين تسر بها، يعني هون مو مخالف للفطرة، لا أنت بتنبسط عليه وكذا، فلا تجيبه وكن منه على وجلي. ليش؟ لأنك أنت طالب لله سبحانه وتعالى. إنا إناس لما فينا يولده فلنحمد الله ما في الكون والرجل. هذا البيت يؤخذ على الحكمة، يعني كلنا منفعلين بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نقرأ بسورة فاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، في أشياء ينبغي أن يعملها العبد لكي يصل إلى الله سبحانه وتعالى، بده يطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى. سيد الأنبياء أو خطيب الأنبياء قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إن بجال الذين العرف عينهم هم الإناث وهم سؤلي وهم أملي، يعني يلي بيكون منفعل عن الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، هو يلي بيقول أنا ذم الله سبحانه وتعالى قارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي، فذمه الله سبحانه وتعالى على ذلك لأنه هو ادعى الوصولية، فذمه الله سبحانه وتعالى على ذلك. أما الذي ينفعل ويقول مثل ما قال خطيب الأنبياء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فبأبي وأمي جمع بين الجانب الكسبي من العبد والجانب الوهبي من الله. نسأل الله أن يوفقنا ما فيه رضاه. ونقف هنا، وإذا كان هناك أي سؤال
أنا بعرف جواب أجيب عنه إن شاء الله. السلام عليكم سيدي. تفضل. السلام. تفضل. السلام عليكم سيدي، معكم عبد الملك. سيدي عبد الملك الرسلان. أهلا وسهلا سيدي. سيدي بس آخر بيتين سيدي. إن إناث لما فينا يولده فنحمد الله على في الكون من رجلي. سيدي هون مصطلح إناث والرجل يعني، ثم قال إن الرجال الذين، ثم قال هم الإناث. ممكن توضيح بس بهالنقطة هي سيدي لو سمحتم. الأنثى باللغة العربية يعني منفعل والذكر فاعل، فهنا ما رأى في الكون كله رجلا فاعلا، إنما هو منفعل لتقديرات الله سبحانه وتعالى. نعم سيدي جزاكم الله خير. السلام عليكم سيدي. سيدي عليكم السلام. الوصية العامة أغلب الناس يقبلونها، أما الوصية الخاصة للشخص بذاته فكثير من الناس يعني يرفضونها، وتقطع يعني قطع الأرحام وقطع الصداقات وتقطع العلاقات، فماذا نفعل؟ القاعدة الفقهية، أنا أجيب القاعدة، فبدك تجيب شو تزين قديش فيها انتفاع قديش فيها ضرر، إذا كان نفع غالب فتوصي، وإذا كان ضرر غالب لا توصي، وإذا لا تعرف توصي. جزاكم الله خير. السلام عليكم سيدي. كفر الإمام ابن عربي. والله أنا من ملاحظتي يلي كفروا الإمام ابن عربي معظمهم لم يقرأوا كلامه ولم يقرأوا كتبه، وفي عالم بدون تسمية اسمه أراد أن يطعن في الشيخ وقال ما صاحبه أحد إلا غلا فيه. لاحظت كيف يعني هذا إن دل على شيء دل على الاستقامة، لأنه صحبة الرجل غير الكلام. هلأ أنا عم بحكي معكم كلام ظريف لكن صحبتي بتكون الله أعلم بها. لاحظت كيف أنا أضفت عليها عبارة، هذه العبارة ما قرأ أحد كتبه إلا غلا فيه، لأن ما بيعد يعجبه حكي أحد. لاحظت كيف أنا ظني قد أكون مخطئا أنه ما في أحد ممن كفر الشيخ ممن قرأ كتبه، وهذا أمر اختصاصي يعني متوقع أن يقع التكفير، أن يقع عدم الفهم. يقول ابن الفركاح الشافعي في ذلك كل شيء أنا فهمته من كلام الشيخ فهو مقبول، وكل شيء لم أفهمه فهو أظنه مقبول. لا لاحظت كيف يعني هي مسألة اختصاصية، وعملوا تجربة بأمريكا عليها، لما بيطلع أي شيء جديد أول من ينكره مين؟ هن أهل الاختصاص. ما هو أفضل طبعا لكتاب فتوحات مكية؟ أنا طبعا ما لي عندي خبرة بالكتب، لكن في رجل كان مختص بالشيخ الأكبر اسمه عثمان يحيى، وهو بدأ طباعته بس بدأ بتفصيل كثير، ما بعرف لوين وصل في الأجزاء، لعله يكون هذه إذا كانت محققة تكون أفضل للطبعة. السؤال انه غير انه في هناك جيل في الغرب تربوا على الجهل ولا يعرفوا الاحرف القراءه، هل نتحدث هذا في الدرس مع احتمال انكار؟ نحن بنتكلم نوضحه على الحقيقه، وانا للاسف يعني من تجربتي الشخصيه اشهر كتاب لغير اختصاصي طبعا لسهوله لغته اعتبروه فيه طمه، فلذلك إذا كان نحن تكلمنا بما بالحقائق لا نبالي بمن أنكرها. بعض الأولياء منعوا قراءة كتب الشيخ الأكبر، كيف نفهم ونتعامل مع هذا الرأي؟ في ثلاث مذاهب بالنسبة للشيخ الأكبر، في من كفره، وفي من آمن به ومنع من قراءة كتب، وفيه من قرأ كتب. كيف نتعامل إذا واحد إنسان رأى نفسه يتضرر أو ينقص بقراءة كتب الشيخ فليقف عن قراءتها، وإذا وجد نفسه يزداد فليقدم على ذلك. هل هناك طبعا تنصحون بها الوصايا؟ الوصايا في كثير أخطاء، وهي أنا حكي قديم يعني. أشهر طبعة كانت الطبعة اللي أشرف عليها الشيخ سعيد البرهاني هي للوصايا، في أخطاء كثير، في طبعات في أخطاء كثيرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أه
تفضل. سيدي الذين يدافعون عن الشيخ ابن العربي ويؤيدونه، بعضهم يقولون بأن أشياء المشكلة في كتابه متسوسة عليه، وبعضهم لا يقولون بالدس، فلماذا هذا الفرق بين الفريقين؟ الفرق من الفهم، وأنا نظري القاصر لو كان بدك تعيد النصوص على الشيخ الأكبر بيصفى مثل زلمة عادي، يعني بيحكي مثل بقية الناس، هو اختصاصه بهذه الأشياء التي قيل عنها إنها متسوسة عليه. أنا ما أنكر الدس، لأنه الإمام الشعراني ذكر في هو دس على كتبه وهو في حياته، لا أنكر هذا، لكن مو بهالحجم الذي يتصوره بعض الناس. سؤال، أحد العلماء قال لا أخشى عليكم من عدم الكلام فهمي كلام الشيخ الأكبر، ولكن أخشى عليكم من الذي تفهمونه ولا يكون على مراد الشيخ الأكبر، فما رأيكم؟ رأيي أنه الناس الآن أحوج ما يكون إلى كلام الشيخ الأكبر، وفي عنا رسالة اسمها كنه ما لابد للمريد منه الواقع. أنا أعجبت كثير بهذه الرسالة، وعجبت كيف الشيخ الأكبر جمع برسالة قصيرة جدا جمع كل هذه المواضيع التي تهمنا. يعني نحن الآن ندعي الإسلام، لكن نحن ما مطبقين شيء من الإسلام، هو جمع كل هذه الأشياء. الفهم بيكون كم من عائب قولا صحيحا وأفته من الفهم السقيم، وهذا يدل على شيء، يدل على الاختصاص، يعني لا يدل على أنه الرجل زائغ يريد أن يضل الناس. سيدي سؤال، هل ثبت الخلاف في نسبة الكتاب خصوص الحكم الشيخ الأكبر؟ أنا لا أعتقد ذلك، وأنا بعرف رجل ينكر ذلك. هل يستفيد من الشيخ ابن العربي العوام والخواص في زماننا؟ كما قلت أسلفت، يعني كتاب كنه ما لابد للمريد من هذا، هاي رسالة هي مختصرة، أنا أظن كل المسلمين بحاجة لها الآن. سؤال سيدي، لماذا سمي الشيخ بالشيخ الأكبر؟ لأنه فتق هذه العلوم. لماذا لم نسمع الطريقة الأكبرية بالرغم من علوم الشيخ محي الدين الواسعة؟ هذا في عليه جوابين، أول شيء كونك لم تسمع فيه هناك طريقة أكبرية، وثاني شيء أنا قلت بالسيرة أنه معظم الصحابة الذين يرون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد لهم ذكر في كتب السيرة. ما هي طريقة ابن عربي؟ ونسأل هل هي شاذلية؟ طريقة ابن عربي كما ذكر سيدنا عبد الغني النابلسي هو العلم النافع والعمل الرافع، وطريقة الشاذلية ترك التدبير، إسقاط التدبير، وطريقة القادرية هي زلة النفوس، هذا ما ذكره سيدنا عبد الغني النابلسي في شرحه على بعض قصائد سيدنا ابن الفارق. ما كان مذهبه في الفقه الشيخ محمد؟ مذهب كان هو إمام مجتهد، أصوله تشبه أصول الظاهري. جزاكم الله خيرا، إن شاء الله ما نكون أطلنا عليكم، لأنه هذا أنا بهمني من العلم ما تستطيعون أن تستوعبونه، إن شاء الله الله بيوفقكم بسددكم وينير بصائركم لذلك. والشيخ الأكبر له عبارة إن شاء الله بنذكرها بالدرس القادم، بيقول أنا بمنع إذا كان واحد بده يجي على العقل بده يبكي مثل بكائي واشتاقه مثل شوقي لكل واحدة، يعني هنا مسائل التصوف مسائل ذوقية أكثر منها عقلية، عرفت كيف؟ يعني أنا بقول عن المانجا، إذا أنت شرحت شو طعمت المانجا لإنسان وشرحت له بشرح مسهل بعدين ذاقها سيجدها مثل ما قلت؟ لا، ما يجدوا مثل ما قلت. فهنا مسائل ذوقية وقعت عند الشيخ الأكبر في أشياء كان يتوقع، في أشياء كان لا يتوقعها. هو يذكر عن أبيه رحمه الله تعالى أنه أبوه كان عم يحتضر، فقال لابني يا بني أنت كنت تقول كثير من الكلام وأنا لعلي كنت لا أعتقد في بعضي، والآن أرى كل شيء. يعني نحن يا سيدي مهما بلغنا في المادة ومهما بلغنا سننتقل من هذا العالم إلى عالم فيه هذه الروحانيات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بك شيء سيد ولي؟ ما سكر؟ لا.
Inshallah, the next class will be Sunday, January 17th. Allah yubarak fikum. Jazakum khair, Sayyidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sayyidi. Sahib al-Fadl, Sayyidi.